طاقتك لهذه القراءة؟ أنت هنا إنسان أو شخص حقاني تحب أن تمشي الأمور بطريق مستقيم، وأنت ذو عقل راجح تستطيع أن ترى أطراف النزاع من الطرفين، تحب الحقيقة وتحب أن تعمل كل شيء صحيح، تحب أن تصل إلى لب الموضوع إذا كان هناك أي نزاع، تحب أن تصل إلى لب الموضوع بطرق مستقيمة وسريعة بدون التفاف، وأنت بطاقة عقلية ونفسية عالية، عندك من الذكاء والعقل الشيء الكبير. أنت أيضا تعتمد على نفسك بكل شيء وبأفكارك وبقدراتك، ولا تعتمد على أحد، ولا تحب الكلام الذي يحمل أكثر من معنى. أنت ترى الحبيب، احتمال بأنه مسيطر عليه أحد امرأة أو أحد من أقربائه، أم، أخت، أو أحد، أو هناك امرأة، هناك امرأة في حياته، أو أنه حزين جدا على فراقك، أنه يحبك وحزين على الفراق، وربما صدر منك أي كلام، كان هذا الكلام كحد السيف، كان قاسيا. هذا الكلام احتمال أن يكون، أنت إنسان حقاني، أنت قلت هذا الكلام بقصد الحق وبقصد أنك لا تحب المراوغة ولا الكلام الذي يحمل أكثر من معنى. كما قلت، أنت إنسان حقاني، تحب أن تصل إلى الموضوع بطريق سريع. احتمال بأنك جرحت هذا الشخص بكلام قاسي أزعجه، وأنه الآن يشعر بالحزن والكآبة، فهو إنسان شخص جدا يحبك جدا، أنت هكذا تراه. هذا الشخص إما بأنك متزوج منه، أنك في علاقة زواج منه، أو بأنه متزوج من شخص آخر، وهذا الشخص بعيد المنال عنك، أنت لا تستطيع أن تصل إليه، أو أن هذا الشخص هو شخص مشهور جدا، وأنه مبتعد عنك حاليا ومنشغل بأعماله. لنرى طاقتك لهذه القراءة، كما طاقة القراءة بشكل عام، الطاقة العامة. أنت هنا، أنت إنسان حقاني، وأنت ربما قلت كلام قاسي، وأنت الآن نادم على هذا الكلام الذي قلته. ربما أنت تحب هذا الشخص وعندك طاقة حب كبيرة له، وأنت الآن تشعر بالابتعاد، بأنك مبتعد عنه ولا تريد أن تعبر له عن مشاعرك، وتريد أن تنحي العواطف في هذه الفترة جانبا، فأنت معتمد في هذه الفترة على عقلك بشكل كلي. لا تحب أن تكون ضعيف، فأنت تحاول أن تكون قوي. لا، عواطفك لا تريد هذه الفترة أن تتحكم بك عواطفك. هذا الشخص ربما، كما قلت، ربما هو إنسان مشهور، لأنه يظهر في طاقة، هنا يظهر لنا في طاقة النجمة. ربما هو إنسان مشغول جدا ومشهور جدا بعمله، هو إنسان جدا متواضع وطيب وذو طاقة إيجابية، والناس يحبونه كثيرا، محبوب. ربما هو مشهور أو يعمل أعمال إنسانية كبيرة تلقى إعجاب من الناس من حوله، وهو ذو مكانة رفيعة ومنشغل الآن بإنجازاته وأعماله. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر بأنه إنسان معتدل وسطي، يحب أن يجعل أو يترك الأمور في الوسط، لا يحب الحلول النهائية،
إنسان دبلوماسي، لا يأخذ قرار حاسم إلى النهاية، يأخذ ويعطي. مثلا يقول لك: ما رأيك أن نعمل كذا؟ ليس بالضرورة أن نعمل هذا. فأيضا هذا أيضا جيد. لا أقدر أن أكون كذا لأنني مثلا أنا مشغول، أو لا يعطيك حل نهائي، وأنت بطبعك تحب في هذه الطاقة، تحب الأمور بشكل دايركت مباشرة. أنت تريد أن تصل إلى هدفك مباشرة. أنا أريد كذا، ما رأيك في الحصول؟ فهو لا يناسبك في هذه الطاقة، هو كثير تردد، يوازن بين الأمور كثيرا، لا يحاول أن يعطي الأمور أو الوضع، يصل إلى الوضع إلى النهاية. دبلوماسي يحب الأمور الوسطية فقط. أنت هكذا تشعر به، وهو يشعر بك بأنك إنسان حقاني أيضا، كما هذه الورقة أيضا، هو يشعر بك بنفس الطاقة. أنت إنسان حقاني، وتحب العدل، وتحب المساواة، وتحب أن تعطيه كما تأخذ، وأنت طالب منه العدل، طالب منه أن ربما كان بينكما أموال أو حقوق، لك حقوق عليه، وأنت تطالبه بتنفيذ العدل، أو ربما بينكما أطفال، أي أنت وهو ربما تكونان في علاقة زواج، وأنت تطلب منه العدل والمساواة وإنصاف أبنائك في أموالك وفي رعايتهم. ربما تكون أنت مبتعد عن أبنائك وعنه، ومقصر في حقهم، ومبتعد عنهم في هذه الفترة بسبب أعمالك وأشغالك الكثيرة، وهو والحبيب يطالبك بهذا الحق، وأنت هكذا تراه. نواياه القادمة، هو احتمال بأنه يريد أن يأخذ قرار بين أمرين. هو محتار بين أمرين، يحاول أن يوازن أموره. ربما محتار بين أمرين، بين شخصين، بين خيارا في حياته، ربما بين في العمل، وبينك وأبنائه وعمله. هو جدا محتار، ويحاول أن يأخذ القرار بسرعة، ولكن هو متواصل معك بالروح، مبتعد عنك في هذه الفترة ربما لكي تكون خياراته صائبة. فهو إنسان كما قلت لا يأخذ قراره بشكل سريع، لكنه يأخذ فترة بالتفكير، يحاول أن يوازن أموره ليعطيك القرار الصائب. ينوي في هذه الفترة، كما قلت، هو ربما يكون إنسان مشهور ومعتمد، وفي هذه الفترة مشغول بأعماله، وهو الآن ينوي السفر إلى مكان آخر، يحاول أن يتابع أعماله ويعتمد على ويكمل مشاريعه في هذه الفترة، أو احتمال آخر بأنه في هذه الفترة سيحاول الابتعاد عنك، لعل الأمور تهدأ بينكما، أو أنه في حالة زواج آخر، أو قد ذهب مع امرأة أخرى، أو ذهبت مع رجل آخر، إذا كان طبعا هذه القراءة تنطبق على الذكر والأنثى، هذا أكثر من احتمال. فهذا أكثر من احتمال، احتمال أنه يكون محتار بين خيارين، والخطوة القادمة بأنه يريد في هذه الفترة أن يبتعد قليلا، يأخذ فترة قسط من الراحة، ويحاول التواصل مع روحه الداخلية لكي تكون القرار صائب، أو بأنه سيريد الابتعاد عنك في هذه الفترة، أو
يريد أن يكمل كما قلت مشاريعه وأعماله، فهو احتمال بأنه يكون شخص كثير السفر، أو في هذه الطاقة أيضا أنت تشعر بأنه حزين، فهو في حياته احتمال بأنها تكون امرأة مؤثرة في حياته، امرأة لها عليه التأثير الكبير، وربما يريد أن يأخذ قرار بشأن هذه الامرأة، ربما تكون هذه والدة له، والدته، وهو لا يستطيع التخلي عنها. نتيجة هذه القراءة أو مصير هذه العلاقة في العشر أيام هذه الانتظار والترقب. احتمال بأنه يكون قد بدأ في مشروع عملي وأموال ووضع كل ما يملك في هذا المشروع وينتظر نتيجة ما وضع أو ما قام به. هو لم يحصد حتى الآن إلا شيء البسيط وينتظر النتيجة. فأنت ربما تكون قد طلبته بحقوق لك وهو ينتظر الآن النتيجة، وربما سافر لكي يحصل على هذه الأموال ويعود إليك ليعطيك حقك. أو بأنه هو ينتظر ماذا سيحصل بينكما في الأيام القادمة. هو يحاول احتمال بأنه سيترك هذه العلاقة قليلا، يبتعد ويظل مترقب لك ومراقب لك ومهتم بأمورك الشخصية ومتابع لك في عن طريق أصدقائك، عن طريق السوشيال ميديا، أو عن طريق رسائل لك، أو عن أي شيء يراقبك وينتظرك، ينتظر ما هي النتائج. وبالمناسبة هذه الورقة، نتيجة هذه الورقة تكون بالغالب إيجابية، فنتيجة الانتظار تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله، ولكن احتمال بأن هذه العلاقة ستأخذ فترة من الترقب والانتظار والصبر، ثم إن شاء الله تتحسن الأمور. أنا لا أرى هناك عوائق كبيرة، كل شيء ممكن أن يحل. هذه الورقة تقول لك عيش حياتك وانطلق، وإذا كانت عندك أبناء أو كان عندك أبناء اهتمي بأبنائك، وأنت شخص محبوب وتعطي الطاقة الإيجابية لكل من حولك، فاستمري بهذا الوضع وكن كما عرفك جميع الناس، عيش حياتك وابتهج، فالحياة جميلة، لا تتوقف عند، لا تحزن ولا تتوقف عند أمر معين، فالأشياء كل الأمور تتغير، وهذه الحياة كالدولاب، يوم لك ويوم عليك، عيش حياتك وانتظر، ممكن يكون القادم أفضل وكل شيء يتغير مع الزمن. سنعطي أوراق النصيحة. هذه الورقة تقول انظر إلى أخطائك قبل النظر إلى أخطاء الآخرين. فربما أنت في هذه الورقة، ربما أنت قد كنت في هذه الطاقة، كنت قاسيا على هذا الشخص قليلا، ربما أنت جرحته في الكلام وقلت له كلام قد ندمت عليه من بعدها، وشعرت بأن كأس الحب هذا، أو أنت لم تعد تريد أن تعطيه كأس الحب الذي يمده لك، فهو ما زال يحبك ويريد أن يعطيك كأس الحب، ولكنك أنت الذي رفضته. هذه هي البطاقة الأولى. البطاقة الثانية تقول لك لا داعي للقلق، فربما إن شاء الله تتحسن الأمور. أنا أرى ممكن أن حتى تتحسن الأمور. هذه نصيحتك، عيش حياتك ولا تقلق، ولا تقلق فالأمور. أيضا لنأخذ نصيحة من الرومانس أنجل.
أطفال. هذه الورقة تدل على أنه ممكن أن يكون بينكما أنتما في زواج، وممكن أن يكون بينكما أطفال. أو بأنه هناك مشاكل من الطفولة، احتمال بأن يكون بينكم أطفال في هذه الورقة. قول لك عش حياتك وانتبه إلى أبنائك، والأمور إن شاء الله ستتحسن، لا داعي للقلق. هذه الورقة تقول لك هذا الشخص يستحق الانتظار، هذا الشخص يستحق الانتظار، والقدر الإلهي أو التوقيت الإلهي هو الذي سيقوم يعمل لصالحك إن شاء الله. أما هذا الشخص يستحق الانتظار، إذا كان هذا الشخص منهمك في أعماله ومشاريعه فانتظره قليلا. هذه الورقة تقول لك أيضا، هذه الورقة أو هذه مصير العلاقة، الصبر والانتظار والترقب. وهذه الورقة تقول لك بأن هذا الشخص يستحق الانتظار، توقيت الإلهي هو الذي يكون هو القاضي في هذه الفترة. شكرا لكم مواليد برج العذراء على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.